في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الأسباب السياسية لثورة الشعب ضد نيكولاس الثاني. النهاردة هنتكلم عن ثورة فبراير وثورة البلاشفة. تعالوا نحكي الحكاية. اللي ما اتفرجش على الفيديو اللي فات يتفرج عليه ويرجع لنا، عشان فيديو النهارده مترتب على الفيديو اللي فات. المرأة في أوروبا كلها بدأت تنزل حقل العمل علشان تاخد مكان الراجل اللي بيحارب في أرض المعركة في الحرب العالمية الأولى. مش بس روسيا، يعني الستات هي اللي كانت واخدة بوزيشن إن هي تشتغل مكان الرجالة. في روسيا بقى، علشان إحنا بنتكلم على روسيا، الستات بدأت تخرج في 23 فبراير وبتطالب بإسقاط القيصر. Down with the czar، دي كانت اليافطة اللي هم معلقينها. خرج معاهم، بدأ يخرج معاهم الطلبة، ومع الطلبة العمال الرجالة، يعني اللي موجودين مش موجودين في الحرب، موجودين معاهم في المصانع. فبدأت تقوم ثورة فبراير في 23 فبراير، وهنا اليوم ده بقى اليوم العالمي للمرأة. حد بقى يقول لي انه يوم المرأة العالمي ده يوم 8 مارس مش 23 فبراير. أنا يقول لك يوم 23 فبراير ده كان بالتقويم جوليان كالندر، ده تابع ليوليوس قيصر، كانت ماشية بيه الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا. أما الشائع هو الجريجوريان كالندر. الفرق ما بين التقويمين 13 يوم، ف 23 فبراير في الجوليان بيوازي 8 مارس في الجريجوريان. وبالمناسبة هنقول معلومة هي مش وقتها يعني، بس ما فيش فرصة ان احنا نقولها بعد كده، فهنقولها دلوقتي. لينين بعد كده هيحول روسيا من الجوليان كالندر للجريجوريان كالندر، ففي 13 يوم هيتشطبوا تماما من تاريخ روسيا. بمعنى لما يبقى يوم 23 فبراير ده النهاردة، فبكرة اللي هو بيوازي 8 مارس في الجريجوريان كالندر، فبكرة هيبقى 9 مارس، ففي 13 يوم في تاريخ روسي راحوا هباء، انا كمان ما اعرفش عنهم اي حاجه. المهم الموضوع كله بقى ناس خرجت في ثوره، فنيكولاس افتكر انه الموضوع هيبقى زي 1905 يعني، وهيقدروا يلموه. فبيكلم مع القاده بتوعه، قالوا له لا احنا مش هنتعامل نفس التعامل اللي اتعاملنا فيه في 1905، ومش هنتعنف على حد او هنرفع السلاح على حد، او حتى مش هنحقق مطالب الشعب. طيب هنعمل ايه يا جماعه؟ القاده اجتمعوا وقالوا له قدامنا حل واحد. الناس في غضب، هما بداوا يهاجموا قصر الحكم. طيب عايزين ايه المطلوب؟ المطلوب من حضرتك ان انت تتنازل على العرش. ودي كانت صدمة، هو ما كانش مستوعب الموضوع هيوصل للدرجة دي. والراجل عشان ما نظلموش ما كانش عايز عنف بمعنى عنف، بس يعني هو افتكر ان الدنيا ممكن تتلم، يعني حالة غضب واحنا في حالة حرب، الناس مش هتبالغ قوي في طلباتها او في غضبها. بس فعلا الناس كانت غضبانة، الناس بدأت تهاجم قصر الحكم وواقفين ضده، والحرس بدأ ينسحب خلاص، كله فقد الامل وفقد الايمان بالقضيه. انت عمال دخلنا في حروب، مفيش حد هيبكي عليك لان انت مش بتبكي علينا. هنا نيكولاس الثاني بدا يستشعر انه في خطر على اسرته، فقال لهم خلاص اللي انتوا عايزينه، انا هتنازل عن العرش يوم 2 مارس بعد 10 ايام من قيام الثوره، وبينتهي حكم اسره رومانوف بعد 300 سنه حكم. بعد التنازل بيقرر الدوما مجلس الشعب ان هو يعين او يكون provisional government، اي حكومة انتقالية او مؤقتة، علشان تبتدي ترشح جمعية اساسية تعمل دستور جديد. الحكومة المؤقتة دي مكونة من عناصر مختلفة. اولا مكونة من وزراء بتوع نيكولاس الثاني، فده حاجة الشعب ما حبهاش. تاني حاجة في عنصر تاني اللي هو اسمه Petrograd Soviet، وهو اتحاد مكون او مترشح يعني من قبل الجنود والعمال. وهنا كان فيهم المنشيفك، حزب المنشيفك كان من ضمنهم. فالحكومة المؤقتة دي كان بيحكمها كذا عنصر، والموضوع ما كانش في صالح الشعب طبعا. بقى لينين قاعد يعني هو عمال يتفرج كده، فباتروغراد سوفييت والمنشيفك اللي هو عدوه يعني، او اللي اتقسم عنه يعني، والوزراء بتوع نيكولاس الثاني، فهو قاعد ما بيعملش. هو كان بره روسيا ساعتها، المفروض بقى يقطع شرايينه في المشهد ده. يعني انتوا، انا عملت الشغل ده كله وانتوا ما شاء الله رحتوا حكمتوا بقى في الحكومه المؤقته دي، وانا قاعد اتفرج عليكم ما شاء الله يعني. فالمفروض فعلا ايه بقى كان ينتحر في اللقطه دي. ولينين قاعد بقى بيتامل المشهد السياسي كده، اكتشف حاجة او وجد ثغرة، اللي هي ايه بقى؟ انه الـ provisional government، الحكومة المؤقتة، قالت للشعب يعني، قالت لهم والله يعني كان على عيني وحقكم عليا، انا كان نفسي الحقيقة بس مش هقدر ان انا اخرج من الحرب، واحنا لازم نكمل الاتفاقيات والمعاهدات بتاعتنا مع الحلفاء، ومش هنقدر ان احنا نتخلى عنهم ونسيبهم فجأة واحنا ماضيين على ورق وحاجات كده. فلينين بقى طلع قال لهم طب يا جماعة احنا عملنا ثورة ليه؟ ما احنا كنا نقعد يعني، ما كان نيكولاس تاني يقعد. فطبعا الناس بدأت تسخن انه ايه اللي انتوا عاملينه ده، لا طبعا احنا عايزين نخرج من الحرب. فبدات هنا مناوشات، والناس تقف ضد الحكومه المؤقته ان احنا عايزين نخرج من الحرب، وهم مش قادرين يخرجوا من الحرب. ولينين استلم الشعله من الحته دي. رجع لينين
وطالب بتوزيع فوري من الصفو على الفلاحين للأراضي، وكمان طالب بتسليم السلطة من الحكومة المؤقتة لأحزاب بيتم يعني ترشيحها من قبل الشعب ليها شعبية. طبعا هو ده الحزب البولشيفي يعني، بس احنا لسه هنشوف الشعب عايز ايه ونشوف يعني هيختار مين. يعني طبعا مش عارفين ان هو الحزب البولشيفي، كل ده تحت شعار عيش سلام وأرض. طبعا المفاجأة اللي احنا هنتفاجئها مع بعض انه في شعبية قوية هتبقى للحزب البولشيفي. يعني احنا بنتنقل من 20,000 واحد بيأيدوه اللي بعد كده ندخل في 1,300,000 واحد. يعني طبعا مفاجأة رهيبة، يعني احنا شغالين على مطالب الشعب وعايزين نسمع صوت الناس عايزين ايه، فهيبقى في تأييد شعبي قوي جدا، تأييد تاريخي يا فندم. في التفصيلة دي بقى ينضم للينين ليون تروتسكي. تروتسكي هيبقى مع البلاشفة حتى النخاع، وطالب لينين بعدم وضع اي ثقة في الحكومة المؤقتة دي. الحكومة دي ما بتعملش لصالحنا يا جماعة، فاحنا مش هنثق فيها. وفي كمان ثغرة لينين استغلها في الوقت ده. في 18 يونيو 1917 الجيش الروسي خسر 400,000 جندي، ودي كانت طبعا كارثة، رقم مخيف جدا. يعني كل فرد من 400,000 دول لهم أسر وناس بتسأل عليها يعني. فلما نخسر فجأة 400,000 جندي في حرب الإمبريالية اللي لينين واقف ضدها هو والشعب، يبقى كده احنا لازم نعمل وقفة ويحصل عصيان عام في الجيش. وطبعا مين اللي هيدعم العصيان العام ده؟ الحزب البولشيفي. مش محتاجة كلام، الدنيا واضحة زي الشمس، صح؟ الحكومة المؤقتة بدأت تتغاشم، اي حد معارض قصادك بتفتح عليه النار، وطبعا طبعا هتقبض على قادة الحزب البولشيفي واي حد متمرد ومعارض لها. قبضت على ليون تروتسكي طبعا اول واحد، واكيد يعني بديهي هتبقى عايزه تقبض على لينين، بس الراجل ذكي جدا بيهرب لفنلند بمساعده من واحد بجواز سفر مضروب تحت اسم كونستانتين ايفانوف. طيب مين بقى اللي هربه؟ واحد اسمه جوزيف جيوش فالي، او بيقولوا عليه فالي على طول، جوزيف فالي. مين هو جوزيف فالي ده؟ هو يعني عنده بذره الارهاب من هو صغير، من هو شاب يعني. راجل خطر جدا، ممكن يقتل عادي، يهرب عادي، يضرب جواز سفر، يزور ورق، يعني يعمل اي حاجه، مفيش عنده اي مشكله. في 1907 كانوا عايزين يعملوا فاندريزنج للحزب بتاعهم، فعادي احنا مثلا لو على ايامنا مثلا في الجامعه نشاط الطلبه وكده، اخرنا مثلا نعمل مشروع كب كيك، نبيع سندوتشين، يعني حاجات لطيفه كده. لكن فالي كان مختلف، يعني راجل ارهابي من وهو طفل. يعني عمل ايه بقى؟ دخل سطو مسلح على بنك. حضرتك بتعمل ايه؟ عايزين فلوس للحزب بتاعنا. ايوه يعني بس ده كده ربنا مش هيبارك في الحزب عشان دي فلوس حرام. هو انا جامد جامد قوي يعني، جامد جدا. طيب وايه كمان؟ قالك انا راجل حديدي. فطب واضح يعني قتل قتل لو حرامي اكيد هيبقى حديدي، يعني قلبه ميت. طب ايه تمام، هنعمل ايه دلوقتي بعد راجل حديدي ده؟ قالك انا هسمي نفسي راجل حديدي. اللي هو ايه يعني حضرتك؟ راجل حديدي يعني اسمها ستالين، فانا هبقى جوزيف ستالين. في الوقت ده طبعا احنا بنتكلم على فوضى وضرب، ويعني في صراع قوي جدا على الحكم. تم تعيين رئيس وزراء اسمه كرينسكي. كرينسكي هو المفروض اللي جاي ينقذ روسيا من الفوضى والأناركية. هنشوف كرينسكي دلوقتي هو طالع يجري يعني، بس هو المفروض ده كان الميشن بتاعته انه حضرتك جاي تنقذ روسيا، هيجري بقى. قائد الجيش اسمه كورنيلوف. كورنيلوف كان عايز يتلايم على لينين. ليه مقولة شهيرة كده ان هو عايز يعلق اي جاسوس او عميل او لينين. لينين كان ليه خيانة لوحده، عايز يعلق التلاتة على حبال المشنقة لان هو خونة، لانه كان معتقد انه لينين جاسوس وعميل لألمانيا. قال لك بقى مفيش حد هيقوم بثورة ويهدد بلده وامان بلده بالشكل ده وهي في حرب عالمية قوية جدا وبيموت مننا كتير، وانت عمال بتعمل في قلق جوه البلد وكمان بتقوم ثورة. يعني انت اكيد اكيد عميل. وفعلا حاول يثبت انه لينين عميل واخد فلوس ودعم لحزبه من ألمانيا قبل ما يدخل روسيا. كورنيلوف كان زعلان قوي من لينين عشان لينين بيعمل ثورة في البلد، ده معقول يعني؟ بس هو حبيبي غالبان ما كانش عارف انه لينين هيعمل حرب اهلية في البلد، يعني الموضوع هيخرج بره السيطرة خالص. في الوقت ده كورنيلوف امر بانه القوات تضرب بيد من حديد وتسيطر على باتروغراد وكل الاماكن المهمة دي، يعني ما يدوش فرصة لاي حد ان هو يسيطر عليها. كان وقتها ليون تروتسكي افرجوا عنه، فخرج راجل عمل ميليشيات للحزب البولشيفي وسموها The Red Guards أو The Red Army. ده تابع للحزب البولشيفي، حاجة غير رسمية يعني، قوات غير رسمية، قصاد The White Army اللي هو بقى الجيش التابع روسيا. فال White Army كان بيضرب بره في الحرب العالمية الأولى،
وبيضرب جوه في الحرب الأهلية اللي شغالة جوه روسيا قصاد الميليشيات التابعة لتروسكي وحزب البولشيفي. فواخر سبتمبر البلاشفة بدأوا يسيطروا على البتروغراد سوفييت، ولينين يوم 10 أكتوبر بيرجع من فنلند لروسيا علشان يبتدي يسيطر على الحكم. شوية كده يوم 25 أكتوبر بيبتدوا البلاشفة ان هم يسيطروا على العاصمة ويركزوا على المناطق المهمة في بيتروغراد، من ضمنها القصر الشتوي. طبعا واحد زي كرينسكي أدرك في المشهد ده ان هو هيتهان يعني خلاص البلاشفة بيسيطروا ومفيش أي مجال ان هو يعرف يسيطر بالقوات بتاعته، ميليشيات للبلاشفة على الأرض الواقع، فخلاص يعني فقال بس أنا هخلع، وراح جاري، مفيش أي أمل ان هو الحكومة المؤقتة يعني يبقى ليها اي سلطة. ومن هنا طبعا لينين بطبيعة الحال هيعزل الحكومة المؤقتة بنفسه، ان هو خلاص دول ما لهمش اي لازمة واحنا بنعزلهم. هو بيتكلم دلوقتي بصوت الشعب وبإرادة الشعب. زي ما قلنا قبل كده لينين في خطابه مش عايزين نقول عنيف، هو عنيف فكان بيحفز الناس ان هم ياخدوا حقهم بنفسهم. ثورة البلاشفة بالحرب الاهلية كانت دموية جدا وعنيفة جدا، وناس كان معاها سلاح، الفلاحين كانوا بيخشوا يذبحوا اصحاب الاراضي والمواشي، وكان في حالة هرجلة وفوضى ودم بطريقة بشعة وبشيء مبرر. يعني لما تيجي تقول يقولك اه طبيعي جدا احنا بنغير نظام حكم وبناخد حقنا وبتعفى، عادي جدا انه يحصل شيء من العنف والدموية، يعني اكيد لازم يبقى فيه اراقة دماء يعني علشان نوصل لهدفنا. ففي ناس بتبرر ده ملناش دعوة، بس المجمل يعني انه كان في عنف في الوقت ده. وفي 3 مارس 1918 البلاشفة بيمضوا مع المانيا الانسحاب من الحرب العالمية الاولى في معاهدة براست لتوفسك. الناس هنا بقى بتبتدي تحس انه اه ثورتهم ماشية في الاتجاه السليم، وان هم رايحين ناحية الديمقراطية وهينتعشوا والدنيا هتبقى عال العال. الحرب الاهليه مكمله، يعني ما كانتش مشهد قصير وبيخلص وخلاص، لا هي مكمله معانا، والجيش الابيض طبعا مدعوم من الحلفاء. احنا في الاحداث دي ما جبناش سيره نيكولاس الثاني. نيكولاس الثاني بعد ما تنازل عن الحكم تنقل من بيت لبيت، كان الاول تحت اشراف كرينسكي، وكان كرينسكي الاول حاد او جاف شويه معاه، بس تبين ان هو لا ده كان كويس وشغال لمصلحته، يعني في ان هو ما يتاذيش. الراجل سمع لصوت الشعب وتنازل عشان ما يحصلش دمويه، فاحنا مش هنهين الراجل ده. في النص كده البلاشفه حطوا ايدهم على البيت اللي نيكولاس الثاني هو واسرته كانوا موجودين فيه، وبعدين بداوا ينقلوهم من مكان لمكان ومن مدينه لمدينه، لحد ما وصلنا لمشهد في 1918. الجيش الأبيض كان عنده أمل أن نيكولاس الثاني يرجع للحكم مرة أخرى، فالبلاشفة طبعا مش هيسمحوا بحاجة زي دي. كانوا محاصرينهم في بيت معين. في يوليو بالضبط 1918 نيكولاس ومراته وأربع بنات والولد وأربع خادمات بيتم إعدامهم في مذبحة بشعة، بسبب انه الجيش الابيض كان بيبتدي يقترب من هذا البيت، فالبلاشفة خافوا يعرفوا ان هم يحرروه وتحصل بقى انه مجهوداتهم والثورة بتاعتهم دي تفشل، فبيذبحوهم بشكل مأساوي جدا ويعني لا تعليق. طبعا هم للشعب قالوا ان هم قتلوا الزار ومراته، ما جابوش سيره بقى انه الاطفال ماتوا، لانه كان ساعتها ممكن تحصل تيرنينج بوينت والناس تقف ضدهم وانتوا ازاي تقتلوا اطفال وبالطريقه البشعه دي، فما جابوش سيره خالص، هم خبوا عليهم. بس اعلنوا في الوقت ده انه نيكولاس الثاني والكساندرا مراته تم اعدامهم قبل الجيش الابيض ما يوصل لهم. الحرب الاهليه كانت من ابشع الاحداث اللي حصلت، لان روسيا بقت مهلهله، يعني احنا بنتكلم في 2 مليون جندي ماتوا في الحرب الاهليه بس، غير الاعداد الرهيبه اللي ماتت في الحرب العالميه الاولى، غير 9 مليون مدني مات بسبب انتشار مرض التايفس والمجاعه. فحقيقي يعني ما كانش في حته سليمه فاضله في روسيا، يعني مش فاهمين روسيا بعد كده كملت ازاي ودخلوا بعد كده في حرب عالميه ثانيه كان فيهم نفس ازاي، يعني هي المفروض روسيا خلصت خلاص في الفتره دي بتاعه الحرب العالميه الاولى. على اواخر 1921 ينتصر الحزب البولشيفي اخيرا، ويعلن لينين السيطره على القياده ويبتدي يطبق مبادئ الاشتراكيه، وتم انشاء الاتحاد السوفيتي سنه 1922. وكان طبعا العلم اللي احنا بنشوفه كتير ده العلم الاحمر وعليه المنجر والشاكوش، ده العلم الاحمر طبعا ده خلاص احنا عرفنا انه ده لون البلاشفة يعني او الريد جاردز، فبيمثل او بيرمز لثورتهم، والمنجل والشاكوش اتحاد العامل مع الفلاح، والنجمة بترمز للشيوعية. وبيموت لينين سنة 1924 بسبب جلطة بتجيله في المخ،
و بتروغراد بتتسمى لينينغراد. طبعا احنا عارفين انه بعد كده بيتم فض الاتحاد السوفيتي سنة 1991، ولينينغراد بترجع تاني بقى لاسمها القديم خالص اللي هي سان بيترسبرغ نسبة لبيتر ذا جريت، بطرس الاكبر. بديهي لما لينين يموت سنة 1924 انه اللي يتولى القيادة يعني هيبقى شريكه ليون تروتسكي، راجل تعبان وشقيان يعني، وقاد ميليشياته وكان منظم جدا، ويعني في شيء يعني حرب اهليه وشغل عالي يعني، فاكيد من حقه ان هو اللي يتولى القياده. بس احنا جبنا سيره الرجل الحديدي ستالين، يعني معقوله ايه فازا قاعد؟ الراجل ده كان السكرتير العام لحزب البولشيفي وكان مسيطر جدا على الاتحاد الاشتراكي، فيعني اكيد مش هيطلع من مولد بلا حمص، مش فازا احنا قلنا صح؟ فبعد الموت لينين اي حد معدي كده من القادة، هما طبعا كتير يعني ما كانوش 2-3، هما كان قادة كتير، فأي حد كان يضايق ستالين أو يختلف معاه أو متفقوش مع بعض كان على طول بيتهمه بالخيانة العظمى وبيعدمه من غير حتى محاكمة. إلى تروتسكي برضو يعني العيش والملح ما يهونش، فراجل نفاه على المكسيك، يعني هموته تزيجي؟ لا طبعا احنا ننفيه على المكسيك. بعد ما نفاه على المكسيك الحقيقه بعد سنين كتير، يعني هو سابه وادى الامان كده وقال لك ايه ده مش هيموتني، خبر ابيض ده جميل قوي، راجل حديدي حنين من جوه. فسابه شويه يرمح كده، وبعدين راح بعت له واحد، الراجل ده كان من البوليس السري بتاعهم يعني، اداله الامان، اتصاحبوا على بعض لحد ما تروتسكي قال لك بس ده صاحبي ونسهر مع بعض وده الامان والشق والحاجات دي، لحد ما الراجل دخل في ليله سوداء وراح ضربه بشاكوش في دماغه ويموت تروتسكي سنة 1940. ومن هنا نفهم صعود جوزيف ستالين للحكم، وهو اللي هيستمر معنا في أحداث الحرب العالمية الثانية. نتمنى تكون حصلت مقدمة وتعرفنا عليه. طبعا لينين وجوزيف ستالين وتروتسكي كل واحد ليه قصة يعني، بس احنا بنقول الخطوط العريضة للأحداث علشان نبقى فاهمين الأمور مشيت ازاي. هنقف هنا، وفي الفيديو جاي إن شاء الله هنتكلم عن رجل تاني خطر خطر يعني من ألمانيا، وهو السيد هتلر. يجعل كلامنا خفيف عليه. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب اليوتيوب شانل ولايك للفيسبوك بيج، وهشوفكم الفيديو جاي مع هتلر. تحياتي.